قصة وقعت منذ يومين تقريبا في غزة بفلسطين، إنها حسن الخاتمة، حيث توفي مؤذن المسجد فجرا، حيث ظهر المؤذن وهو يفتح أبواب المسجد في غزة بفلسطين، ثم رفع أذان الفجر أولا، ثم صلى عدة ركعات أقول، وجلس يتلو القرآن الكريم ليفارق الحياة أثناء ذلك، وهو جالس على الكرسي منتظرا صلاة الفجر. وعاد المصلون وإمام المسجد إلى الفيديو التسجيلي عبر الكاميرات ليقفوا بالتحديد على ما وقع للشيخ المؤذن رحمه الله، وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان. وما أدراك ما حسن الخاتمة؟ Let's go.